السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وناشطين، وكنتمنى يعجبكم هذا لا فيديو. حاولت نغير لكم باش ماشي ديما ندير شوبينغ شوبينغ، قلت نغير لكم شويه وهكا نعطيكم واحد شويه ديال الحماس باش تنتوما تشجعوا وتنوضوا ديروا شي فطير زوين ويكون فيكم هكا شويه ديال كما قلت لكم شويه ديال الكوراج وصافي. بالنسبه للمقيله اللي درت اليوم، درت المقيله الشهيره عندي بليزي بينار والبيض وطوماط سوريز والفرماج، الصراحه كتجي بنينه بزاف. ودرت جبت شويه ديال بيتي بان بحال هكا وكرواس بيتي بان وكرواسون، درت شويه ديال العسيله وزيت العود، لبدا الزيت البلديه البنات، وهنا درت واحد شويه ديال العسل الحر اللي جاني غير كادو، وكنقول لهم شكرا بزاف على هاد العسل اللي عطيتوني. وهنا شويه ديال الزيتون، صراحه الزيتون خديته في سوق الحد غزال عند واحد السيد تما. وهنا درت شويه كوفيتير وشكلاط نوتيلا وشويه الفرماج والزبده، كتعجبني هاد التشكيله هادي هكا نحطها في الطبيله. ودرت العصير ديال الليمون، حطيت هاد اللوتيس شحال وحده سولتني عليها، راه لقيتها في مرجان ديال انزكان تما فين شريتها البنات. وهنا بريزيدون، ديك الزبده ديال بريزيدون كتكون البنات مالحه كتجي غزاله، وشويه ديال الخبز وصافي والعصير ديال الليمون. تقريبا هادشي كاع اللي درت، المهم ما حطيت شي حاجه غران شوز، ولكن زوقت طبلتي باش نعطيها واحد النكهه خاصه. ودابا بغيت نبارطاجي معكم هاد الجليليبه صراحه اللي غزاله، عند واحد لاباج فيسبوك كيديروا هاد الجلالب هادو اللي كيكونوا زعما الثمن ديالهم مناسب فقط ب 250 درهم، هذا هو الثمن ديالها وعجبتني، خصوصا مثلا العيالات اللي زربانين ولا اللي مشى عليها الحال في تفصيله ولا شي حاجه. زوينين خفاف، دوزي بهم الوقيت في الصيف هكا. جابوا تشكيلات رائعه وعندهم الوان واشكال مختلفه. انا حاولت ندير لكم هنا، حاولت نصور، صورت لكم زعما تشكيله ديال الجلالب اللي عندهم، وغادي نشرح لكم على هاد الجلابه اللي لابسه كيفاش دايره وهكا. بالنسبه للتوب، توب زوين رطب، وانا درت معهم غير هاد الفولار هذا باش كتبان زوينه. وهنا غادي نقول لكم بان فيها العقيدات نستوق وفيها الزواق هكا في اليدين صافي. وبالنسبه للشكل ديالها كتجي مخزنيه بحال هكا. المهم سمحوا لي على التصاور، انا ماشي عارضه ازياء ولا شي حاجه، فقط بغيت نعطيكم فكره على الشكيلات واللوينات اللي كاينين. كما كتشوفوا معايا هاد الزرير الزرقه حتى هي فيها طرز من الجناب هكا وفيها طرز من اليدين، ما فيها لا عقد لا والو. اللوين ديالها هذا هو اللون بان كما هو صافي. ومهم نخليكم مع التشكيلات الاخرين، المهم حاولت نشرح لكم هذا، ملي قلت صافي سي با لا بين كلشي باين في الفيديو. نخليكم مع اللوينات الاخرين والشكيلات اللي كاينين الجلبات. وبالنسبه للقم الهاتف ها هو، غادي نحطو لكم هنا في لا فيديو، وغادي نحطو لكم في صندوق الوصف باش تقدروا توصلوا معهم. وهكا الا بغاو شي الا بغيتوا شي حاجه راه كيديروا التوصيل حتى للدار، السيد كيجيبها لكم حتى للدار وتختاروا اللي يعجبكم. زعما الناس كيتعاملوا زوينين وكيتعاملوا مزيانين، زوينين مزيانين زعما راه نفس الحاجه، وحنا راه خدينا عندهم، يعني خديت انا وخدات مرت خويا وخدات الوالده ديالي جلبات غزالين، يعني اللي بغات تسلك راسها في هذا العيد ها هما الجليلبات. خليكم مع لا فيديو حتى الاخر. Thank you.
بعد ما ساليت لكم العرض ديال الجليبات اللي عندي لاباج فيسبوك، قررنا اننا من بعد ما فطرنا بيان سور قررنا اننا نمشيو للبحر نبدلو غير هكا الجو. راكم عارفين دابا هاد الكونفينم وهذا الواحد تخنق، وبغينا هكا نبدلو شويه الجو كما قلت لكم. وكما كتشوفوا راه هنا واخا في البحر داروا التوقيت وداروا للناس كل شيء كيف اشنو خصهم يحترموا المسافه والتوقيت. مهم علينا، حنا دابا غادي ننزلو وغادي نشوفو بلاصه ديالنا ونجلسو فيها. شوفوا على منظر البنات شحال زوين، الجو زوين في البحر صراحه. بطا عليا هاد المنظر ما شفتوش، هذه اول مره نخرج للبحر بعد مده طويله تقريبا شي عام هذا ما خرجتش انا، ما مشيت زعما للبحر هكا لعند الرمله. صافي المهم انا غادي نخليكم مع هاد الاجواء بالنسبه للناس اللي بعاد وبعيد عليهم البحر وما قدروش يمشيوا للبحر. خليكم مع هاد الاجواء. الوليدات تبارك الله فرحوا بزاف، اهم حاجه والله ملي كتدي الوليدات وكيفرحوا وتنتي كيعجبك الحال. وليداتي هنا كيلعبوا، ما زعمتش دابا ندخلهم البحر، قلت سالي باباهم باش يدخلهم. كما كتشوفوا معايا الله الوطن الملك، ها هي فين كتبان، قلت نزومي عليها. اكادير معروف بديك الله الوطن الملك. الموج صراحه البحر ما كانش زوين اليوم، لي ميتخناجور انتيردي قالوا لنا يعوموا في هذه البلاصه. وصافي المهم دابا غادي ندوز نوري لكم الماكله، وهذه هي الماكله اللي دينا معنا البحر صراحه ما طيبت والو في الدار. كوموندينا عند ميستر كوك، الماكله عندهم زوينه البنات ودنا امبورتي، وغزاله الماكله ديالهم ونقيه وشي حاجه متوله. ودابا عدستي هنا كتعمر اتاي، قلت بلاتي بلاتي وقفت قلت لها صبري حتى نقد الكاميرا باش نصورك وانتي كتقدي اتاي. هو اتاي صحراوي بيور، هو هذا كما كتعرفوا عائله الزوج ديالي صحراوي من اصول صحراويه. ايوا هنا بديت كنقول ليها اتاي مكشكاش ويا تخوي قلت لها اتاي مكشكاش يا تخوي. صافي مهم صراحة جاء أتاي زوين وبنين، شربناه تبارك الله شي ثلاثة البرارات اللي عمرات لينا. عنده صراحة طريقة سبيسيال شي نهار بارطاجيها معكم. مهم دازت عشية زوينة البنات، فوجنا بدلنا الجو، وليدات لعبو، حنا تا حنا بدلنا شوية نفسية. وهنا غادي نرجعو للدار، وقلت أكيد الناس اللي بعاد على أكادير وتوحشو أكادير قلت خليهم يشوفوا الأجواء كيفاش دايره في اكادير. صراحه الحركه مازال عيانه في اكادير، مازال ما كاين الرواج ديال الناس، وهذا بحال كي ولفنا نورمالمون هاد الوقيته هنا ما كتلقاوش بلاصكم. كنتمنى تعجبكم البنات لا فيديو، الا كان عجبكم لا فيديو ما تنساوش الدعم والاشتراك وتخلوا لي كومونتير تقول لي كي جاتكم لا فيديو. وشكرا وخليكم حتى الفيديو.